اول هديه هي الباورفول وان، الحاجه الفعاله جدا جدا زي ما اتفقنا ان احنا عندنا اسد فعال اللي هو الكولاجين الاصلي من اللبان الذكر الحبوب، ده ماسك القش؟ وبننقعه. لا ده بودي سكراب او مقشر للجسم ليكي وللزغلول ولابنك ولبنتك حلو ولكل حد. الزغلول ليكي وللزغلول. على حسب كل واحد ده زغلوله. بيصلح الستريتش مارك ولا بس ده بيعالج دي. ده بيعالج التجاعيد والستريتش مارك وبيخلي الجسم كله متوحد اللون من اللبان الذكر الاسد. تمام. احنا بننقعه ناو في ميه سخنه من بالليل زي العاده، وبيطلع زي الحليب لونه اوكي، وهو بيكون عباره عن حبوب بالشكل دي. الحبوب دي فعلا فعاله ليه؟ لانه اصلا بيديكي نتيجه تبييض وتفتيح وتغليف للتجاعيد، وكمان كولاجين اصلي مؤصل. يس عند ده هنحطه في الخلاط زي المره اللي فاتت. تحت امرك يا باشا. هفضل وراكم لحد ما احفظكم كلكم. طيب احنا الاول اهو مش هنرمي حاجه المره دي برضه. مش هنرمي. نو انا هحط الاسد الكبير ده هنا. حطي الاسد الكبير، احنا هنخاف من الاسود. ده اللبان المنقوع. لبان الذكر المنقوع في ميه بس مغليه. يعني اضربه لك؟ اضربيها. اضرب الاسد؟ اضربيها كويسه. اضربيها كويسه. طب بعد كده ايه؟ قبل ما اضربيها كويسه انت بعد كده هتعملي ايه؟ يا هنجيب بوله الاول. لا ريحيه يولع يولع. لا ما تخافيش احنا. نو يا حرق. مين هو اللي يحرق؟ الخلاط لازم تريحيه. يعني تعمليه شويه صغيرين. بس خلاص هو كده كفايه. لا انت بتلعبين. بعدين يقولوا لي خلصي والخلطه مش تكمل، خلينا ننتج ناو. Alright يا نوتي. اوكي هنا كده ده يا هنحطه هنا على طول زي ما هو، مش هنصفيه المره دي. حاضر. ليه؟ لان احنا هناخده كده عشان احنا محتاجين الحبيبات اللي فيه. اكزاكتلي عشان تبقى هي السكراب. اكزاكتلي. لا السكراب كمان هنزوده بخامات المره دي فعاله لاول مره على الميديا وعلى القنوات كلها. طب يعني انت بتخصينا حاجه جديده النهارده معانا. النهارده باضافات جديده. حاجه جديده النهارده وانا مشيت في الحسين عند لقيتها. الحمد لله. احنا بنشكرك ان انت اديت لنا احنا حاجه زياده للستات. لا هي علشان فعاله بيشوفوها لاول مره. اوكي نمبر 2 بالنسبه للخطوه اللي جايه هي نص صابونه، اي صابونه ما تطلقيش اي صابونه. لا مش هتطلق بس دي نص صابونه. هم نص صابونه مبشوره هتاخد اي صابونه. ادي له صابونه. انا هديكي صابونه. بلاش كده. اصل انت بتتكلمي انا عارفه بس المعاني مختلفه. مختلف. لسن بس اسمعوني وركزوا معايا في اللي بعمليها ناو. دلوقتي بعد ما اديتي له صابونه انا حطيت الصابونه المبشره المبشوره. يس هنا كلها هي مع بعضياتها. أوكي. مع اللبان الذكر. أوكي. بحاول على البارد الاول اقلب فيها مع بعضياتها كده خلاص. يس يس. ناو معلقه كبيره من اللي بتلهطين بيها الرز. نو ذس از بيبي. اوكي ذس از بيبي. حاضر اهي خلاص انا لقيتهم. مش تلف حوالين روحها. لا مش هلف حوالين روحها. معلقه كبيره من الشوفان المطحون اللي شبه البودره كده قدامكم. اوكي يبقى عندي لبن ذكر. لبن اسمه اللبن ايه؟ قصدي لبان ذكر. لبان ذكر ونص صابونه مبشوره. مبشوره وبعدين معلقه كبيره معلقتين كبار. معلقه واحده ونص. واحد ونص شوفان. شوفان اوكي. عند معلقه كبيره من اي لبن بودره من اي حته اي جنسيه. اوكي يس. هنا اوكي كده تمام. اوكي مش مهم هو بيتكلم نفسه. كل مره اوكي كل مره تحطي حاجه لازم تقلبين الحاجه مع بعضياتها عشان تتاكدين انها دابت اند اندمجت تماما. دي الخطوات الصح قبل النار يعني. اللي هو التقليب انا ولعي حريق. ولع حريق عشان تاخدي نتيجه جيده. يس علشان التبييض بيجي من اللبن بودره وكمان الشوفان من المبيضات الاساسيه اللي بنعتمد عليها. والنشا علشان يعمل لك ترميم للبشره بتاعتك. النشا اللي هو جوزك. انت طلعي جوزك من الدولاب بقى وخدي منه ملعقه واحده كبيره مزلقطه كده هو. يس جوز النشا. ابي النشا عشان هي بس عايزه تقول ان الجمال يبقى هو نشا. جوز الستات فالستات عند هو اللي بيلف وبيظبط كل المسائل. اوكي النشا كل حاجه مظبوطه من النشا بيلم
وبيمسك وبتلاقيه جوه الحله متماسك في التخانه بتاعته يعني. يا والله العظيم ايه دي؟ دي بالاخر هي وزغلولته. في اتنين زغلولين دول بقى بالاخر. ايه؟ انا هفهمك ناو. فهميني ناو. قشر البيض البلدي الابيض. نعم والله يس مشطوف ومنقوع في شويه خل عادي من بتاع فته، وبعدين بتسيبيه ينشف وبتطحنيه في اي كبه وتطلعيه على جنب كده اهو. مش قوم قربي عليا الكاميرا كده وريهم الشكل. كل الكالسيوم بقى هنا في كل البودي سكراب اساسه قشر البيض الابيض البلدي. لازم بلدي؟ لازم، علشان البيض التخينه القشره بتاعته الصفرة قوي اللي هي البيضه اللي مش بلدي قشرتها تخينه ممكن تجرح البشره. لكن ده بلدي؟ ده بيضه بلدي. حطيته في خل؟ ميه وخل غسلته؟ تغسليها احطه مثلا ساعه؟ حطيها بقى في اي بلكونه في الشمس ينشف يعني فرن ناشفه يعني سخنه وهو عليه يعني خل. وهو عليه الخل؟ لا بتشطفينه. بعد ما اشطفه الخل بغسله وبعدين اشطفه. اورايت يعني كده نقدر نار هنا ولا؟ ولا يا باشا. اورايت نقدر نقول ان ابي والنشا والجمال. يعني النشا هو الجمال ثم بسم الله الرحمن الرحيم والمكونات الاخرى. اوكي ثانك يو على المجامله الجميله دي. اورايت هنا الخلطه دي امبارح كل الناس اللي في الحسين قالوا لي انها جابت معاهم نتيجه، وعشان كده انا قررت اعملها لهم النهارده عملي عشان باقي الناس اللي ما تعرفهاش تتعلمها. طب ايه بقى عندنا ايه تاني؟ نزلنا كده على النار ليه؟ علشان اسيح الصابونه المبشوره بتاعتي تندمج مع سمغ اللي بقى نتذكر الكولاجين الاصلي مع الحليب البودره مع الشوفان الاسد الكبير. بالظبط الاسد الكبير. في اسد صغير عند واحد كبير. ده واحد كبير. في ده كل الحيوانات جوه الحله دي دلوقتي. هنا الحيوانات كلها. اورايت كده؟ اوكي. انت تقلبي على بال ما انا تحت امر حضرتك. اتفضلي يا باشا. في الحاله دي انت محتاجه التخشينه بتاعت السكراب او البودي سكراب زي ما بيقولوا. ايه اللي انت محتاجاه دلوقتي؟ ايه حلو قوي. ايه؟ هتضربيهم في الخلاط في الكبه؟ انا عايزه اوريكي على كف ايدي ده اسمه ملح البحر الميت. ملح البحر الميت. وده موجود برضه وده موجود في كل السبا في اوروبا كلها بيعتمدوا عليه ان هو اساسي لتقشير البشره. اورايت هتاخدي بما يعادل معلقتين كبار او ثلاثه على حسب مزاجك. اورايت انا هطحنهم عشان اتاكد ان هم مش خشنين قوي يعني عشان مش يجرح البشره. اخليها اضربيها كده. اورايت وقلبي عشان اهو يا باشا انا بقلب عشان يلف يعني. انا بس عايزاكي تلحقي تخلصي عشان انا عايزه الصبار ما حاولت. هاو دو يو ميك ات؟ جايه تقولي انا هاو دو اي ميك ات؟ في ناس بتعمل السكر البني. فيها كليك فيها تكه. اي ابي بتعمل السكر البني. ايوه انا عندي الخلطه عاملاها بالسكر اوريدي علشان الوجه علشان الجسم كله. تمام يس ريحي. ايوه ما انا ما هو اهو اورايت وريني بس هو مش عايزاه مطحون قوي بودره يعني. طب يعني اشيلها خلاص؟ يس خلاص ثانك يو. هو كده ابتدى يلم بعضياته. شوفي ناو التخانه بتاعته. اعمل ايه بقى؟ لوك ات ذا. اوكي اتفضلي يا باشا ثانك يو. احنا عايزين نقول ان الفرق بين اللي احنا عملناه قبل كده والوصفه دي ده سكراب للبشره مقشر لاي بشره. ده للبشره للجسم لاي بشره. تاني كنا عاملين كريم للبشره الحساسه للبشره الجافه للبشره الدهنيه. يا يعني ده مقشر للوجه وللجسم. يس ايوه. ناو انا هجيب البوله دي ثانيه عشان مش هنوسخ مواعين كتير. ما تبهدليش المطبخ بتاعتك. حاضر. وهننزل العفريت الكبير ده هنا كده جوه. اوكي. حاولي تاخدين انت بالملعقه عشان هي سخنه. حاضر امسكيها كده حاجه بس. اهي 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 اهو. يس اولو بت كله. هتبقيه اخدته. والوصفه دي نعملها خلاص نعملها عشان الوقت. اورايت كل وبعدين اول حاجه هتنزلين بيها فوق الخلطه وهي دافيه
البيض. قشر البيض بتاعك المطحون المنخول. أوكي. وبعدين ملعقتين كبار من الملح بتاع البحر الميت. اوكي المطحون اللي بتاعهم. يس ميكس ات اب. اوكي خلاص كده خلاص. وهتحتاجي فيتامين او فيتامين اي. وده ده ايه ده؟ ايوه جست ا سكند. الاول الزيت اباوت. هتحتاجي معلقه شاي من اهي معلقه نونو يعني معلقه شاي من فيتامين اي لايك ذس على الكميه دي. ليه؟ علشان الصابون بينشف البشره سو احنا هنديله التطريه بتاعته. طب لو الصابون اللي فيه زيوت كوكونات اويل زيت الجوز هند كمان محتاجينه كان كنت حاطاه او زيت زيتون. زيت زيتون طبيعيه. اوكي لافندر علشان تعملي ريحه حلوه للبودي سكراب بتاعك مش كتير جاست ا دروب. ومعلقه كبيره يا ابي كنت بسالك لو انا ما عنديش فيتامين اي بس انا عندي مثلا صابون زيت الزيتون كفايه. ايوه وعندي صابون فيه من زيت الزيتون مثلا يبقى كفايه مش لازم احط ممكن احط بدل الصابون ده هيبقى كده ناشف. اوكي دي هتكون عباره عن برطمان كبير انت هتستعمليه هيحفظ في اي مكان. طيب. خارج الثلاجه مش هيجرى له حاجه. عايزين نحفظه بس انا قبل دي الخلطه بتاعه التقشير.